سؤال تاني. احنا كده خلصنا أسئلة الفلسفة، بدأ يخش معانا في النموذج الاسترشادي في أسئلة المنطق. أول سؤال بيقول لي طريقة الاختلاف عند جون ستيوارت ميل تعبر عن طريقة التلازم في، حلو السؤال، وقال لي اختار حضور غياب تغير ولا الحضور والغياب. نقرأ السؤال كويس. طريقة الاختلاف عند جون ستيوارت ميل، اختلاف يبقى برافو عليك، اختلاف يبقى طريقة مين؟ التلازم في الغياب. جون ستيوارت ميل قدم 5 طرق للتحقق من صدق الفروض. أول طريقة كان اسمها الاتفاق أو التلازم في الحضور. تاني طريقة عندك كان اسمها الاختلاف أو التلازم في الغياب. تالت طريقة عندك كان اسمها الجمع بين الاتفاق والاختلاف. رابع طريقة عندك كان اسمها التلازم في التغير. خامس طريقة عندنا كان اسمها البوائي. هنا طريقة الاختلاف، أول حاجة أنا اخترت إنها تعبر عن طريقة الاختلاف، حلو، وقلت التلازم في الغياب، اخترت التلازم في الغياب، خدت درجة. هنبدأ نشرح. هي الوجه السلبي للحضور، بمعنى إيه؟ متى غابت العلة غاب المعلول. يبقى معنى كده وضع جون ستيوارت ميل هذه الطريقة ليتفادى طريقة مين؟ الاتفاق. متى غابت العلة غاب المعلول. حلو، نبدأ بقى نقول السؤال بتاعنا، المثال بتاعنا. نفترض ان سين ذهب من ضمن الافراد لتناول العشاء مع الاسرة، ولكنه لم يتناول العصير وتناول جميع الاطعمة ما عدا العصير، وبالتالي نستنتج انه اذا غاب العصير غاب التسمم، وبالتالي هنستنتج ان السبب الحقيقي لوقوع حادثة او ظاهرة التسمم هو مين؟ العصير. يبقى تاني، اول حاجة نرجع كده تاني للسؤال. طريقة الاختلاف عند جون ستيوارت ميل تعبر عن طريقة التلازم في، اخترنا الغياب، خدنا درجة واحدة. هبدأ اشرح الكلام بتاعي وراح قايلة هي الوجه السلبي للاتفاق، هي الوجه السلبي للحضور. 2، متى غابت العلة غاب المعلول. 3، لازم تكتب المثال. نفترض أن سين أو أسامة ذهب لتناول العشاء مع الأسرة، تناول جميع الأطعمة ما عدا العصير، وبالتالي لم يصب بأي أعراض من أعراض التسمم. هنستنتج أن العصير هو سبب حدوث مين؟ التسمم. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني في المنطق. حلو السؤال ده، باب تالت. تتباين العلوم في قدرتها على استخدام الرياضيات كأداة للقياس، اعرض في ضوء ما درست. تتباين، كلمة تتباين يعني تختلف. كلمة العلوم قصد بها العلوم طبيعية وعلوم اجتماعية. في قدرتها على استخدام الرياضيات كأداة للقياس، اعرض في ضوء ما درست. الحتة دي جميلة. تعالوا كده، ده بيتكلم على خصائص الفرد في المنهج العلمي المعاصر. الرياضة وسيلة بنستخدمها في العلم، الرياضة تعتبر خادم لكل العلوم. لغة الرياضة ولغة المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي تتسم بالدقة المتناهية. لكن العلوم، أنا عندي نوعين من العلوم، أنا عندي علوم طبيعية، فيزياء والكيمياء، يسهل عليها أنها تستخدم لغة الرياضة. ليه؟ لأنها تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها بلغة الرياضة. سرعة الجاذبية ثابتة، سرعة الضوء ثابتة، الإلكترون ثابت. يبقى معنى كده أدي العلوم الطبيعية يسهل عليها أنها تستخدم لغة اسمها لغة الرياضيات، لأنها تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها. طب العلوم الاجتماعية، علم النفس وعلم الاجتماع، الاقتصاد، مالها؟ لا تستطيع أو تفتقر إلى استخدامها للغة الرياضيات، لأنها لا تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها. يبقى معنى كده لو جالك السؤال ده تتباين العبارة، هو بيقول لي اشرح، لكن لو جه قال لك تتفق العلوم، العبارة خطأ، لأنها بتختلف العلوم في استخدامها للغة الرياضة. العلوم الطبيعية بتستخدم لغة الرياضة، تمتلك علاقة ثابتة، أما العلوم الاجتماعية، علم النفس، اجتماع، مالها اقتصاد، يصعب عليها استخدام لغة الرياضة لأنها لا تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. حلو السؤال ده. كون حجة استنباطية صحيحة جميع قضاياها كاذبة. حلو، محتاجين بقى نستخدم كده الورقة. لو انا جيت، انا مش فاكرة المثال، انا هألف مثال، فخليكم معانا كده واحنا بنألف المثال. كل
السمك خضار، وجيت كتبت كل الفاكهة سمك. دي بسميها قضية ودي بسميها قضية. اشطب المتشابه مع المتشابه، ونزلت دي كل الفاكهة خضار. دي بسميها مقدمة اولى ودي بسميها مقدمة تانية ودي بسميها نتيجة. لكن كل التلاتة دول بسميهم قضايا. هنا في السؤال بيقول لك انا عايزك تكون لي حجة استنباطية. حلو، انا عايز جميع القضايا تكون بالنسبة لي كذابة. طب احنا بنعرف ازاي ان القضية كذابة؟ همسك الجملة كل السمك خضار، اسأل نفسي صادقة ولا كذابة؟ برافو عليك كذابة. كل الفاكهة سمك، دي بسميها قضية، هسأل نفسي كل الفاكهة سمك؟ لا، يبقى هتطلع كذابة. هاجي في القضية الثالثة كل الفاكهة خضار، هسأل نفسي كل الفاكهة خضار؟ لا، يبقى طلعت كذابة. كذابة كذابة كذابة، يبقى القضايا جميعها كذابة. ولكن اشطب المتشابه، كلمة فاكهة نزلت أيوة، كلمة خضار نزلت أيوة، يبقى بالنسبة لي تطلع الحجة ميم صحيحة. هنا السؤال بيقول لك كون حجة استنباطية صحيحة ولكن جميع قضاياها ميم كذابة. أنا ألفت جملة، أنا مش فاكرة المثال بتاع كتاب المدرسة، ألفت جملة اعتمدت وانا بألفها ان انا التزمت بالشروط اللي هو طالبها مني، قضايا جميعها كذابة ولكن الحجة بالنسبة لي طلعت مين؟ صحيحة. ماشي، تعالوا نشوف سؤال اخر، نشوف يا ترى ايه اجابته مع بعضينا. بعض الفروض الصورية تشير الى كيانات واقعية لا تخضع للادراك الحسي، وضح بمثال. سؤال جميل جدا من الاسئلة الحلوة. بيتكلم ده باب تالت، الفرض في المنهج العلمي المعاصر، خصائص الفروض في المنهج العلمي المعاصر. في فروض ماشي تشير الى كيانات او اشياء او موجودات لا تخضع للادراك الحسي المباشر. تيجي نفسرها بطريقة كده سهلة. في فروض صورية مش هنعرف نعمل عليها ملاحظة بطريقة مباشرة، ولكن الملاحظة هتتم بطريقة غير مباشرة. يبقى تاني، تشير بعض الفروض إلى كيانات أو أشياء أو موجودات لا تخضع للإدراك الحسي المباشر. كلمة إدراك حسي مباشر يعني لا تخضع للملاحظة بطريقة مباشرة. الطاقة والإلكترونيات لا تخضع للملاحظة بطريقة مباشرة. طيب إيه المثال؟ هو بيقول لك دلل بمثال، يبقى كل شغلك على المثال. الفرد الصوري القائل بأن الهواء له وزن وله ضغط، ماله؟ الفرد الصوري ده جبناه منين؟ احنا جبناه من استدلال، والاستدلال ده جبناه منين؟ جبناه من قانون. القانون ده بينص على ان الميه ليها وزن وليها ضغط. جبناه منين الكلام ده؟ جبناه من معلومات ونظريات سابقه. تاني كده الليله على بعضيها. تشير بعض الفروض الصوريه، بعرف ان هو بيكلمني في الباب الثالث، خصائص الفرد في المنهج العلمي المعاصر. في فروض تشير الى اشياء او كائنات او موجودات لا تخضع للإدراك الحسي المباشر، مش هتعرف تعمل عليها ملاحظة بطريقة مباشرة، ولكن الملاحظة هتتم بطريقة غير مباشرة. طيب إيه المثال على كده؟ الفرد القائل بأن الهواء له وزن وله ضغط، جبته منين؟ أنا جبته من قانون ينص على أن المية لها وزن ولها مين؟ ضغط. وده قانون مستمد من نظريات ومعلومات مين؟ سابقة. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. حدد صواب او خطأ العبارة الاتية مع التعليل. تعد اللا معرفات اساس التعريفات الرياضية. تاني السؤال، تعد اللا معرفات اساس التعريفات الرياضية. هتطلع العبارة صحيح. خدنا الباب التاني في المنطق، خدت النسق الرياضي، وخدت ان النسق الرياضي هو بناء مترابط متكامل الاجزاء يتكون من مقدمات، والمقدمات بداخلها برافو عليك مفاهيم وقضايا، والمفاهيم بداخلها معرفات ولا معرفات، والقضايا بداخلها بديهيات ومصادرات او مسلمات. هنا السؤال ما كانش عايز تعريف النسق، بيقول لك اللا معرفه هي اساس المعرفه. العباره صحيحه. طب ليه؟ ليه العباره صحيحه؟ لاننا نعتمد على اللا معرفات في تعريف المعرفات. تيجوا كده نكتب المثال، وخليك معايا في المثال ده. لو انا جيت كتبت المثال الخط
له طول وليس له عرض. كلمة الخط بسميها تعريفات أو معرفات. طب ليه سميتها تعريفات أو معرفات؟ مجموعة من المفاهيم يقوم الرياضي بتعرفها. هو أنت ليه يا رياضي بتعرفها حتى لا يحدث لك غموض أو لبس؟ عشان كده سمينا ان التعريفات دي تعريفات اشتراطية، لانه بيشترط عليك الرياضي انك تعرف لفظ معين بمعنى معين. وادي المثال، الخط له طول وليس له عرض. بس خلي بالك ده مش سؤالنا، هو السؤال بيقول لك ان اللا معرفات، كلمة الطول والعرض دول بسميهم لا معرفة. ان اللا معرفات هي اساس المعرفات، هتطلع العبارة صحيحة، لاننا نعتمد على اللا معرفات في تعريف مين؟ المعرفات او التعريفات، اي اننا نعرف لفظا باخر حتى نصل الى مفاهيم لا تقبل التعريف يطلق عليها اللا معرفات. لازم تقولي المثال وتقول لي مثل كلمة ها، برافو عليك، الطول والعرض في تعريف الخط. ماشي الكلام؟ يبقى العبارة صحيحة وبنعرف اللا معرفات. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. السؤال بيقول لي اعتمد فرانكلين على المماثلة الاستقرائية في تفسير ظاهرة البرق، دلل على ذلك. درس المماثلة من الدروس السهلة والجميلة. عندك ثلاث أمثلة في المماثلة. عندك مثال تقليدي قديم بتاع أرشميدس أو أرخميدس والملك سيراكوس، عندك فرانكلين، وعندك المثال بتاع ثالث واحد ريسفورد ونيلز بور. هنا السؤال بيقول لي اعتمد فرانكلين على المماثلة الاستقرائية في تفسير ظاهرة البرق، دلل على ذلك. فرانكلين حط فرض ان هناك علاقة بين البرق والكهرباء، وتوصل من خلال هذا الفرض وتحقق من صحته الى ان البرق هو شكل من اشكال مين؟ الكهرباء. يبقى دلل على ذلك، انت بتشرح نص المثال تماما. ايه العلاقة ما بين البرق والكهرباء؟ فرانكلين حط فرض، افترض ان هناك علاقة بين البرق وبين الكهرباء، وتوصل بناء على هذا الفرض على ان البرق هو شكل من اشكال مين؟ الكهرباء. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. اعرض ثلاثة من شروط التجارب في المنهج الاستقرائي التجريبي. اعرض ثلاثة من شروط التجربة في المنهج الاستقرائي التجريبي. تعالوا كده نفتكر ده باب اول منطق. اقرا سؤالك كويس واوعى تتلخبط. في عندك حاجه اسمها اهميه التجربه، وفي حاجه اسمها شروط التجربه. طب تيجي افكرك باهميه التجربه. حد فاكر او يفكرني؟ ثلاث جمل: الكشف عن فرض، التحقق من صحه فرض، التوصل الى نتائج غير معروفه. بس ده اهميه التجربه. هنا السؤال كان طالب منك انك تقول ثلاثة من شروط التجربة. من شروط التجربة: واحد، الحياد والموضوعية وعدم اقحام اراء سياسية او اجتماعية او دينية اثناء اجراء التجارب. اثنين، اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع. ثلاثة، اخذ الموافقات القانونية عند اجراء تجارب على البشر، خلي بالك، وعدم الحق الضرر بيهم سواء بعمل ملاحظة او بعمل تجربة. تيجي نلم الدنيا تاني. ثلاث جمل من شروط التجربة: واحد، الحياد والموضوعية، عدم ادخال اراء سياسية او دينية او شخصية اثناء اجراء التجارب. اثنين، اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع حدوثه. ثلاثة، اخذ الموافقات القانونية عند اجراء تجارب او ملاحظات على البشر وعدم الحق الضرر بهم. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. حلو السؤال ده. يعد الفرض في العلم من المنظور المعاصر فرضا من الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. يعد الفرض في العلم من المنظور المعاصر فرضا من الدرجة، خلي بالك دي أول ورقة عندك في الباب الثالث اللي هو التكامل ما بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. أول ورقة كانت بنعمل مقارنة ما بين المنهج الاستقرائي التقليدي القديم وما بين المنهج المعاصر، من حيث الطبيعة ومن حيث الغرض ومن حيث الفرض. هنا هو مش طالب بالمقارنة، هنا هو بيسألك على المنهج العلمي المعاصر. الفرض في المنهج العلمي المعاصر يعد فرض من الدرجة، برافو عليك، فرض من الدرجة الثانية. طب ليه يعد فرض من الدرجة الثانية؟ واحدة واحدة كده.
الفرض في المنهج العلمي المعاصر مستمد من نظريات ومعلومات صادقة. حلو. الفرض هنا خلي بالك لازم يكون قابل للتفنيد، لازم يجتاز عددا من الملاحظات والتجارب عددا لا نهاية له، عشان كده سميته فرض من الدرجة مين؟ التانية. يبقى تاني، ايه الفرض في المنهج العلمي المعاصر؟ اخترنا فرض من الدرجة التانية. طب ليه؟ انت ليه اخترنا فرض من الدرجة التانية؟ لان الفرض هنا مستمد من نظريات ومعلومات سابقة. الفرض هنا لازم يكون قابل للتفنيد من خلال ملاحظة وتجربة، وبالتالي الفرض بيجتاز عددا لا نهاية له من الملاحظات والتجارب، عشان كده سميناه فرض، يعتبر فرض من الدرجة مين؟ الأولى. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. هنا جايب لنا الصيغة الرمزية أو المسألة. استنتج قيم الصدق القضية التالية مبينا التكافؤ المنطقي. ستزدهر مصر وتتقدم إذا وفقط إذا تم القضاء على الإرهاب. لمحنا في الجملة؟ برافو عليك. إذا وفقط إذا، يا ترى تبقى قضية إيه؟ يا ترى عطف عشان أنا ناسية، ولا شرط، ولا تشارط، ولا سلب؟ برافو عليك. قضية في الحالة دي هتطلع قضية التكافؤ أو التشارط. خلي بالك وإحنا بنحل السؤال ده، شوف أنت بتحله إزاي وراجع حلك معانا. أول حاجة بكتب واحد رمز قضية التشارط أو التكافؤ. قاف السهم رايح جاي لام، خدت درجة واحدة. اتنين هكتب الحكم او القاعدة تصدق قضية التشارط في حالة صدق طرفيها او كذب طرفيها. انا سامع حد هو عمال يقول معايا وعمال يراجع حله. ابدأ ارسم الجدول بتاعي تحت الحكم بتاعي بهذا الشكل. بكتب هنا قاف، وبكتب هنا لام، وبكتب هنا قاف السهم رايح جاي لام. صاد صاد، ها مين هيقول هتطلع مين؟ برافو عليك، صاد، لانها بتصدق في حالة صدق الطرفين، وبرضه بتصدق في حالة كذب الطرفين. طب لو كاف كاف برضه هتطلع مين؟ صاد. طب لو صاد كاف هتطلع كاف. طب لو كاف صاد هتطلع مين؟ كاف. يبقى هي بتصدق في حالة صدق الطرفين أو في حالة كذب مين؟ الطرفين. أرسم الجدول بتاعي وأقفل الجدول بتاعي بهذا الشكل. ناقص لي الجملة رقم 3 وأروح قايلة تتسم بالتكافؤ، أو كلمة تكافؤ هي التبادل أو التبادل المنطقي. وأروح قايلة قاف السهم رايح جاي لام يساوي لام السهم رايح جاي قاف. لازم تكمل إجابتك، لأن التغيير في ترتيب القضية لن يؤثر عليها أو لن يحدث فرقا في قيمتها الصدقية. إجابتك في السؤال ده لازم تكون مكونة من 3 نقاط. رمز القضية هو إن قاف السهم رايح جاي لام. 2 القاعدة أو الحكم تصدق قضية التشارط في حالة صدق الطرفين أو كذب الطرفين. ابدا ارسم الجدول بتاعي وانا متاكد منه لان الجدول بيخدم نفس القاعده اللي معايا. 3 اروح قايله تتسم بالتبادل او التكافؤ المنطقي، قاف السهم رايح جاي لام يساوي لام السهم رايح جاي قاف. اكمل اجابتي، لان التغيير في ترتيب القضيه لن يحدث فرقا في قيمتها الصدقيه. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. حلو السؤال ده. الاستقراء عند بيكون باب اول منطق يمثل خطوة هامة في الكشف والاختراع، عقب برأيك على منهج بيكون الإيجابي. حلو السؤال ده، وخلي بالك ممكن تتلخبط وتقول لي انا هقول خطوات منهج بيكون الإيجابي. هو هنا لو كان عايز الخطوات كان هيقول لك اذكر خطوات منهج بيكون الإيجابي. هنا عايز التعقيب على منهج بيكون. يا ترى ايه التعقيب اللي ممكن نوجهه؟ 1 يحسب لبيكون ان هو اكتشف لنا واخترع لنا منهج اطلق عليه منهج الاستقراء. والاستقراء يعني الانتقال من الجزء او من الخاص الى مين؟ الى العام. 2
يؤخذ على بيكون أنه اعتمد على الحالات المؤيدة ولم يعتمد على الحالات السلبية المعارضة، والحالات المعارضة أهم في البحث العلمي من الحالات المؤيدة، وهذا هو أساس الاستبعاد عند مين؟ عند بيكم. ثلاثة، العلماء لم يأخذوا بمثل هذه القوائم في مناهجهم. طبعا شكرا يا بيكم أن أنت اخترعت لنا القوائم، ولكن العلماء لم يأخذوا بمثل هذه القوائم في مناهجهم. أربعة، يؤخذ على بيكم أنه أخفل الفرض العلمي، والفرض العلمي هو أساس الوصول لمين؟ للقانون العلمي. معنى كده السؤال هنا كان عايز التعقيب على المنهج الإيجابي عند بيكون، أو التعقيب على منهج بيكون مكون من أربع نقاط: يحسب عليه كشف واخترع منهج الاستقراء، والاستقراء يعني الانتقال من الخاص للعام. يؤخذ على بيكون أنه اعتمد على الحالات الإيجابية ولم يعتمد على الحالات السلبية المعارضة، والحالات السلبية المعارضة أهم في البحث العلمي من الحالات الإيجابية، وهذا هو أساس الاستبعاد عند بيكون. ثلاثة، لم يأخذ العلماء بمثل هذه القوائم في مناهجهم، ولكن يحسب لبيكون الفضل في اختراع واكتشاف المنهج الاستقرائي. أربعة، أخفل بيكون الفرض العلمي، والفرض العلمي هو أساس الوصول للقانون العلمي. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر.